اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الدونات. الدونات اللي كتعتبر من أشهر المعجنات المقلية عبر العالم بالشكل ديالها الكلاسيكي اللي كيكون فيه ثقب في الوسط. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جميع الأسرار باش تحصلوا على عجين رطب وهش خاص بالدونات مع أفكار لتزيين الدونات. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم، غادي نكون سعيدة جدا إلى اشتركتوا في القناة. خليوا لي لايك للفيديو إلى عجبكم أكيد، وشجعوني في التعاليق، كنشكركم مسبقا. نخليكم الآن مع المقادير والصور وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو الدقيق متعدد الاستعمالات، الزبدة كتكون بحرارة الغرفة، السكر، حبيبات، الحليب دافي، خميرة الخبز، الملح، وزوج ديال البيضات. أول شيء كنوضعو الدقيق اللي غربلناه من قبل، كنولو نضيفو ليه جميع العناصر. بالنسبه للحليب الا ما كانش متوفر يمكن لكم تعجنوا بالماء دافي، غير هو كتزيدوا زوج معالق ديال حليب بودره. كنعجنوا الكل جيدا لمده 10 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على عجين على هذا الشكل. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف، كنشكلوا منه كره كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل ديال العجين. من بعد ما غادي نشكلها كره غادي نوضعها في اناء مرشوش بالدقيق، وغادي نرشها كذلك هي الاخرى بالدقيق. غادي نغطيها ونوضعها في مكان دافئ حتى كيتضاعف الحجم ديالها، وهذه نقطة مهمة كذلك في إنجاح الدونات. ضروري العجين خاصو يختمر مزيان وياخذ الوقت ديالو في التخمير. من بعد ما كتمر تقريبا ساعة على العجين، هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالو. مباشرة كنبداو العمل، فوق سطح العمل كنرشو الدقيق وكنفردوا العجين. بالنسبه للسمك ديال العجين كيبقى حسب الرغبه وحسب كل شخص كيفاش كيبغي لي دونات. انا غدا نديرهم متوسطين، لذلك السمك تقريبا سنتيم اللي اختاريت. بالاستعانه بهاد القطاعه الدائريه اللي كتعطينا الشكل الكلاسيكي ديال الدونات، غدا نقطع العجين. بالنسبه للثقب اللي كيكون في الوسط استعنت بهاد البوق ديال الحلوه اللي نعمل ثقوب في الوسط. نقطه مهمه اخرى هي هاد الاوراق ديال ورق الزبده، هي اللي كنوضعوا فيها لي دونات باش يختمروا، باش ملي نحطوهم في الزيت ما كيتغير الشكل ديالهم. غادي نوضعوهم في مكان دافئ حتى هما، ونخليوهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم ونرجع. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما اختمروا، كنلاحظوا ان الحجم ديالهم تضاعف. الان غادي ندوزوا لعمليه القلي. بالنسبه للزيت ضروري ما خصوش يكون ساخن بزاف، خصو يكون متوسط. كنوضعوا على هذا الشكل لي دونات باوراق الزبده، كما كتلاحظوا في الجوانب ما كاينش فقاعات كثيره ديال الزيت، هذا كيدل ان الزيت ملائمه باش نقليو فيها لي دونات، واكيد غادي يطيبوا من الداخل ومن الخارج. كنزولوا اوراق الزبده إلا لاحظتوا أن الزيت حامية أو الفقاعات كثيرة اللي كتكون في الجوانب ديال الدونات، نقصوا النار.
نقطة مهمة أخرى هي وضع الزيت على وجه الدونات بالاستعانة بملعقة على هذا الشكل باش تشكل لنا واحد طبقة فوق الدونات قبل ما كنقلبوهم، وباش يحافظوا لنا على الشكل ديالهم. وكنبداو نحركو في الدونات بالاستعانة بعود خشبي بحال كيعوم فوق الزيت، والنار كتكون هادئة باش يعطينا هذاك اللون الذهبي الجميل وما يجيوش محمرين بزاف. الان غادي نقلبوهم، كما كتلاحظوا ما كياخدوش بزاف ديال الوقت، تقريبا من دقيقة ونص حتى لجوج ديال الدقائق على كل جهة. كنبقاو مستمرين حتى كيتحمروا، وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كيتحمروا وكياخدوا هذاك اللون الذهبي. كنزولوهم من فوق الزيت وكنوضعوهم فوق شبكة باش يتسقطر هذاك الزيت كامل. للإشارة فهما ما كيشربوش الزيت. دونات مثاليين كما كتلاحظوا. بالنسبة لهذوك الكويرات اللي كنحيدوهم من الوسط، يمكن لينا نقليوهم على هذا الشكل حتى هما كيجي التقديم ديالهم زوين. من بعد ما انتهيت من القلي ديال لي دونات كاملين، هذا هو الشكل ديالهم. صراحة اكتسبوا لون ذهبي جميل بزاف. الى احترمتوا جميع النصائح غادي تحصلوا على دونات بحال هكا مثاليين ورائعين. بالنسبة للكويرات ديال العجين، هذا هو الشكل ديالهم كذلك. الان غادي نمروا للتزيين. اول فكرة هي بسكر بودرة، الى ما كانش متوفر عندكم الشوكولاتة البيضاء كتعوضوها بهاد البديل المتوفر في اي بيت. كنضيفوا ليه القليل من الحليب، كنخلطوه جيدا. يمكن لكم تضيفوا الملون الابيض كاضافه باش تعطيو هذاك اللون الابيض اللامع. هنا ضفت تقريبا ربع ملعقه من الملون الابيض الغذائي اكيد. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما خلطته، غادي نخليه جانبا. بالنسبه للشوكولاته اختاريت شوكولاته بالحليب، حتى هي ذوبتها في حمام مريم. الان غادي نمروا للتزيين. كنوضعوا الدونات في الخليط ديال السكر بودره او الكلاصاج اللي عملنا بالسكر بودره والحليب. يمكن لكم ديروا طبقه واحده كيف ما يمكن لكم، تخليوا هاد الطبقه حتى كتنشف وتعاودوا مره اخرى باش تحصلوا على داك اللون الداكن او الكلاصاج الداكن. كنوضعوه جانبا. كذلك نفس الشيء بالنسبه للشوكولاته. كملاحظه بالنسبه للكلاصاج، ملي كتوضعوه في الدونات ضروري انكم تزينوه مباشره لانه كيجمد بسرعه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري وحسب المتوفر. هنايا زينت بحبيبات من الشوكولاته اللي كيكونوا متوفرين عند بائعي مستلزمات الحلويات، كيكونوا في الالوان. هنايا زينت باللون الاحمر وكذلك باللون الاصفر. كيف ما يمكن لكم تزينوا فقط بالسكر حبيبات، غير هو خاصكم تستعملوا السكر حبيبات مباشرة ما كتحيدوهم من على الزيت باش يلتصق السكر او لا السكر والقرفة، حتى هو كيعطي طعم رائع. زينت كذلك بهاد الحبيبات او لهاد الحلويات الصغيرة كيكونوا في الاشكال، حتى هما كيعطيو منظر مميز للدونات. الابداع كيبقى لكم في التزيين.
كتزينو بأي حاجة بغيتو، أي حاجة متوفرة. يمكن لكم كذلك تزينو بلوز إيفيلي أو الكاوكاو أو أي حاجة متوفرة تقدروا تزينوا بها. كذلك يمكن لكم تزينوا بخيوط من شوكولاتة على الدونات اللي غمسناها في الجلاساج. أو لا تزينوا بخيوط من الجلاساج على الدونات اللي غمسناها في الشوكولا، كيبقى لكم الاختيار. وبهذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي دونات اللي حضرنا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانتم كتشوفوا هذا الفيديو واستفدتوا باش تحضروا احسن دونات. وفي فيديوهات مقبلة ان شاء الله غادي نحضر لكم العديد من الاقتراحات ديال لي دونات. كيف ما قلت فتزيين كيبقى لكم الاختيار والابداع. كذلك بالنسبة للكويرات اللي قليت، كيجي حتى هو هذا هو الشكل ديالهم، كيجوا رائعين في التقديم. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا شفتوه حتى الاخير. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم في التعاليق. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه، نكون سعيده جدا بالاشتراك ديالكم. كنشكركم على المتابعه ديالكم والى اللقاء.